السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. يفصل بيننا وبين دخول شهر فضيل وهو شهر رمضان أيام أو ربما ساعات قلائل. للأسف بعض الناس يستقبلون هذا الشهر بنشر مقاطع سخرية واستهزاء، أن يضحك الناس حالي في رمضان، حالي أول يوم رمضان مع مقطع والدتي في المطبخ أول يوم رمضان، كلها سخرية، والدي في أول يوم رمضان وهو راجع من العمل. هذا مما لا ينبغي للمسلم أن يفعله، فليتق الله في نفسه ولا ينشر هذه المقاطع ولا يتعاون على نشر مثل هذه المقاطع. هذه المقاطع يأثم الإنسان عندما يقوم بنشره، بدل ذلك انشر فضائل هذا الشهر الكريم، بركة هذا الشهر، خير هذا الشهر، شهر يقبل عليك، تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. السلف كانوا يستقبلون بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فكانوا يدعون 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وبعد ما ينتهي رمضان يدعون، آثار وردت، 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. لأن هذا يعني يكفينا حديث متفق عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي أنا أجزي به، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كل عمل تفعل طاعة كذا، تلال كذا، أجر كذا، أما لعظمة هذه الطاعة وفضل هذه الطاعة، خصه الله سبحانه وتعالى بميزة معينة وخصلة معينة، ولعظمتها أخفى أجر هذه الطاعة. يعني لم يذكر لنا من عظمة وكثرة الأجر اللي تحصل عليه عندما تصوم هذا الشهر المبارك، أخفاه الله سبحانه وتعالى لعظمتها. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، استقبلوا رمضان بقلب خاشع، بقلب منيب، بقلب يتمنى ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغه هذا الشهر. كثير ناس صاموا في العام الماضي وليسوا معنا هذا العام، يتمنون الآن أن يرجعوا لكي يصوموا فقط. استشعر في نفسك عظمة هذا الشهر، عش مع هذا الشهر كما كان يعيش السلف من تعظيم، يكون لك نصيب في قيامها وصلاتها وذكرها وصدقتها وصلة رحمها وأخلاقها وكل أعمال الخير والبر والإحسان، وطهر قلبك من الحسد والبغض والكره للناس. هذه فرصة، هذه الطاعات أعطاه الله سبحانه وتعالى لنا نعمة، والله نعمة، لكي يقربنا منه. وحقا عندما تعيش مع هذا الشهر حقيقي تحس أنك قريب من الله سبحانه وتعالى، نفسيتك تكون طيبة وتتلذذ في الصلاة، تتلذذ في قراءة القرآن، تتلذذ في الطاعات اللي تقوم بها في هذا الشهر، الصدقة، البر، الإحسان.
هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، إياك أن تضيعه بشيء لا ينفعك، بشيء لا يرجع إليك بحسنة. وحذاري أن يكون لك نصيب من السيئات في هذا الشهر. أقدم وأقبل على هذا الشهر بكل ما تملك من صدق ومعنويات عالية، وعاهد بينك وبين ربك على أن يكون هذا الشهر خاص لله سبحانه وتعالى، تعطيه كل ما تملك من وقت، من مال، أقصد به الصدقة، من خير. يكن همك أن تنتهز كل لحظة من لحظات هذا الشهر وأنت مشغول بطاعة من الطاعات، سواء كان قراءة قرآن، سواء كان زيارة مريض، سواء كان صلة رحم، سواء كان أي شيء. المهم تستغل كل لحظة من لحظات هذا الشهر. حقيقة يعني أريد أن أوصل لكم، ربما الكلمات تعجز أن أعبر عن عظمة هذا الشهر، عن مكانة هذا الشهر، عن فضل هذا الشهر، عن مميزات هذا الشهر. هذا الشهر غير، ليس كباقي الشهور، ليس كباقي الأيام، ليس كباقي الأزمنة، لا والله. فحذاري أن ما تستغلها. لا تدري من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا تدري لعلك تصوم وتقبل على هذا الشهر ثم يأتيك الأجل وأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى بأجر وثواب هذا الشهر. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صيامها وقيامها وذكرها وقراءة القرآن والطاعات والعبادات والإحسان والبر وصلة الأرحام وحسن الخلق. حذاري أن تدخل في مشاحنة أو مخاصمة أو تعدي في هذا الشهر. كن كما يريد الله سبحانه وتعالى منك أن تكون في هذا الشهر. احرص كل الحرص أن تطبق ما أمرك به نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر. آمين.